أهلا بيكم مرة تانية وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. ونبدأ نشرتنا الرياضية مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق نادي الزمالك اللي عقد جلسة مع اللعيبة أثناء التدريبات على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة المريخ السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا. فيريرا طلب من اللعيبة أنهم يواصلوا العمل والتركيز بكل قوة علشان يكملوا الانتصارات في الفترة اللي جاية والظهور في أفضل صورة في كل البطولات اللي هيشارك فيها الفريق. وكمان تدريبات الزمالك شهدت مشاركة محمود حمدي الونش بصورة كاملة استعدادا لمواجهة المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا. شارك الونش في الفقرة التدريبية والتأهيلية والخططية بجانب التقسيمة الفنية بشكل كامل مع مجموعة من اللعيبة البدلاء والمستبعدين في مواجهة سموحة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز. وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أكد أن الاستعدادات شغالة بشكل كبير مع كل الجهات المعنية استعداداً لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية للشباب واللي هتستضيفها مصر خلال الفترة من 19 فبراير ولحد 11 مارس 2023. أكد العطار أن في 6 منتخبات من الفرق المشاركة وصلت بالفعل وأقامت معسكراتها التحضيرية في مصر وأن مجموعة الحكام وصلت مصر وخضعت لمعسكر تدريبي في القاهرة وأن كل الملاعب جاهزة وحصلت على إشادة من جانب المسؤولين في الكاف اللي ما سجلوش أي ملاحظات عن الملاعب ولا على إمكانياتها. وفريق رجال كرة الطائرة بالنادي الأهلي تم تتويجه بلقب كأس السوبر المصري 2022-2023 بالفوز على الزمالك بنتيجة 3-0 على صالة هيئة قناة السويس في الإسماعيلية. نادي بايرن ميونخ فاز على باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة اللي اتلعبت على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية في ذهاب دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. جه هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب كومان في الدقيقة 53 من المباراة اللي شهدت تواجد النجم الفرنسي كيليان مبابي على مقاعد البدلاء لحد ما شارك في الشوط الثاني. وحقق فريق ميلان الإيطالي الفوز على فريق توتنهام الإنجليزي بنتيجة 1-0 خلال المباراة اللي جمعت الفرقتين على ملعب سان سيرو ضمن منافسات ذهاب دور 16 في دوري أبطال أوروبا. وجي الهدف عن طريق إبراهيم دياز في الدقيقة 7 من المباراة. جراهام بوتر المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي أكد أن اللعيبة متحمسين جدا لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في المباراة اللي هتتلعب النهاردة على ملعب سيجنال بارك ضمن منافسات ذهاب دور 16 في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. بوتر قال إحنا في مراحل إقصائية من دوري أبطال أوروبا ومواجهة دورتموند هتكون اختبار رائع. ومن ناحية تانية الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال اتكلم عن المباراة المرتقبة قدام مانشستر سيتي واللي هتتلعب النهاردة الساعة 9:30 بالليل على استاد الإمارات في قمة اطلقت عليها الصحف الإنجليزية مباراة فك الاشتباك على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز. ميكيل أرتيتا قال في المؤتمر الصحفي للمباراة كان في غضب شديد بعد لقاء برادفورد وهنلعب 16 لاعب النهارده كلهم مستعدين للقاء وده بيدينا الدعم والطاقه. باب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي اشاد بالفريق ومدرب ارسنال ميكيل ارتيتا وقال لحد دلوقتي هم افضل فريق في الدوري الانجليزي، مباراتنا قدامهم هتكون معركه كبيره ولازم نكون جاهزين. خلصت نشرتنا الرياضية ونرجع نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر مع منة وشاذلي. شكرا لك يا هلا.